وبعدين اقول لك على حاجه، احنا حطينا فيلمين في المهرجان للسبكي اللي هو انا يعني. لا بس هو الفيلمين بتوعي انا، وانا محمد واحد يعني مفيش مشكله. ناس تانية عاملة أفلامها وراح اتجريت بيهم على مهرجان دبي، مع إن أنا كنت ممكن مهرجان دبي كان نفسه إن أنا أعمل إن أنا أحط له من ظهر الراجل أو ليه، بس ده مهرجان بلدنا ولازم إيه ندعمه، ما ناخدش الأفلام ونجري. على سبيل المثال محمد خان عمل فيلم جري بيه على مهرجان دبي، أنا بقول أسماء ما بتكسفش يعني. داوود عبد السيد خد فيلم وراح جري بيه في حتة تانية، ونورت لككوا وعملوا وبتاع علشان ما يعرضوش هنا عشان يروحوا يعرضوا مهرجان فيه فلوس، ومن حقهم على فكرة.